حديث الصحافة، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى جولة جديدة نستعرض لكم فيها أبرز عناوين الصحافة المحلية والمواقع الإلكترونية الإخبارية، ونختار بعض مقالات الرأي والتحليل وأيضا ما يكتبه النشطاء والسياسيين وغيرهم للمهتمين بالشأن اليمني على مواقع التواصل الاجتماعي. بداية هذه الجولة بأبرز عناوين المواقع الإلكترونية الإخبارية، ونبدأ بالمصدر. المصدر أونلاين. رئيس الحكومة: مأرب حصن الدولة والجمهورية، وسقطرى لا يمكن أن تحكم أو تدار إلا من قبل الدولة ومؤسساتها الشرعية. عقب هجوم صاروخي على مأرب، ناطق الجيش يطالب المجتمع الدولي بموقف حازم إزاء استهداف الحوثيين لمدن يمنية. الأمم المتحدة: تكلفة الأغذية الأساسية في اليمن أعلى من أي وقت مضى. صاروخ حوثي يستهدف مدرسة الحرس بمأرب ولا ضحايا. تشييع قيادي حوثي من إب قتل في مواجهات مع القوات الحكومية في تعز. الصحوة نت: معلم عدني يبتكر طريقة مميزة للتعليم عن بعد في زمن كورونا. ناطق الجيش يدعو إلى تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية وإدانة جرائمها ضد المدنيين. لجنة الطوارئ تقر بروتوكول صحيا تحسبا لمواجهة جديدة من فيروس كورونا. مقاتلات التحالف تدمر آليات وتجمعات حوثية غرب مأرب. صنعاء تشيع 13 قياديا حوثيا لقوا مصرعهم في جبهات مأرب والجوف. وكالة سبا: رئيس الوزراء لا مجال لمواجهة التحديات سوى بتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن. ناطق الجيش: ميليشيات الحوثية الإرهابية تواصل استهداف الأحياء السكنية بمحافظات مأرب وتعز والحديدة. سهيل نت: مصرع 48 وإصابة قرابة 100 حوثي بينهم قيادات خلال 3 أيام في تعز. الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي انزلاق اليمن إلى المجاعة. نداء أممي عاجل لتفادي انتشار عالمي للحصبة وشلل الأطفال. ميليشيا الحوثي تغلق أكثر من 100 منشأة طبية لابتزاز مالكيها. قصف صاروخي حوثي يستهدف حيا سكنيا في الحديدة. القوات المسلحة: ميليشيا الحوثي ماضية في إجرامها وندعو لتصنيفها جماعة إرهابية. تقدم للجيش شمال غرب محافظة مأرب وغارات على تعزيزات. مصرع قيادي في الميليشيا الحوثية بقصف للجيش في الضالع. ناطق الجيش: الميليشيات الحوثية ماضية في إجرامها واستهدافها للمدنيين وندعو إلى تصنيفها جماعة إرهابية. قوات الجيش تحقق تقدما جديدا في جبهة المخدرة بمأرب. قيادة الجيش مع الأبطال في ميدان المعركة، رسائل ودلالات. أبطال الجيش في الجوف يواصلون تقدمهم وسط انهيارات واسعة للميليشيا الحوثية. بعد تقدم للجيش، تفكيك شبكة عبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي شمالي تعز. كانت هذه أبرز عناوين المواقع الإلكترونية الإخبارية، ما بالنسبة للصحف العربية والعالمية التي بكل تأكيد لها حيز في أخبارها عن اليمن. نستعرض مشاهدينا الكرام سويا أبرز ما جاء فيها من عناوين، ونبدأ بالشرق الأوسط. الشرق الأوسط: تعسف الإنقلابيين يضرب المؤسسات التعليمية ومصادرة مقاعد. باليستي من الجماعة الحوثية يستهدف مأرب. العربية نت: قصف صاروخي حوثي يدمر منازل مواطنين بالحديدة. وفاة مختطف جديد تحت التعذيب في سجون الحوثي. صنعاء: مقتل خبيرين من حزب الله و13 حوثيا بغارة. تدهور صحة صحفي مفرج عنه من سجون الحوثيين. الإرياني: إيران والحوثي يسعيان لاستبدال الجيش بميليشيا طائفية. الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع استراتيجية بالجوف. فتاوى حوثية منعت التطعيم، موجة شلل الأطفال تضرب صعدة. صنعاء: تهديد بتصفية نقيب الصحفيين الأسبق. وإلى مقالات الرأي والتحليل، وبداية بهذا المقال للدكتورة لمياء الكندي التي تحدثت في مقالها عن القبيلة وكيف سعت ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى تشويه القبيلة واستبعادها من المكونات
المجتمعية، إضافة إلى إذلال أعيان أولئك بعض القبائل، وكيف كان القبائل صدا منيعا ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيف حافظوا أيضا على الجمهورية ضد هذا الانقلاب الإمامي. نشر المقال على موقع أو مركز نشوان الحميري. نتابع ماذا كتبت الدكتورة لمياء عن هذا الموضوع. في ملف الحوثية واستهداف القبيلة على صفحات ومواقع مركز نشوان الحميري، طالعنا إلى اليوم العديد من المقالات والكتابات التي تبناها العديد من الشباب والشابات المتحمسين لجمهوريتهم، ليبدي كل منهم موقفه ووجهة نظره حول دور جماعة الحوثي في استهداف القبيلة اليمنية التي ينتمي الجميع إليها. كانت في مجملها كتابات واعية تمثل شريحة واسعة من الرفض المجتمعي عموماً والقبلي خصوصاً للحال الذي وصلت إليه قبائلهم من الإذلال والتعسف وإلغاء دور القبيلة في ممارسة فعلها كقوة مستقلة مناصرة للأهداف والقيم الجمهورية التي ضحت من أجلها. فكانت مهمة تعرية وكشف الدور الاستعبادي القذر الذي يمارسه الحوثيون في حقها هي مهمة هذه الطلائع المستنيرة التي هبت كتاباتهم من وسط وبين سلطات القهر الواقع لتقول كلمتها بجراءة متناهية. وكما سلطنا الضوء والموقف هنا في صفحة نشوان على دور الحوثيين في تفكيك واستعباد القبيلة اليمنية، علينا أن نوجه دعوة أخرى للقراء والمتابعين بضرورة الكتابة عن الوجه الآخر للقبيلة اليمنية، تلك القبيلة التي أخذت على عاتقها مهمة مقاومة سلطة الحوثيين وسطرت في ذلك بطولات تاريخية وما زالت تقاوم وتحارب متمترسة في محراب ثورتها وجمهوريتها، مشيدة في سبيل ذلك قلاعا شامخة من الكرامة والصمود والتضحية، لتؤكد للجميع بأن اليمن ما زالت بخير برجالها وقبائلها. مواقف وبطولات تؤكد أن القبيلة ما زالت كلمة السر الفاتحة للنصر، وما زالت ذلك الجبل الكبير الذي يستند عليه يمننا الكبير. وهنا لا بد لنا أن نقف موقف إجلال وإكبار لقبائلنا المقاومة في مأرب وفي الجوف والبيضاء وشبوة والحجيرية ولحج وريمة والضالع وحجة وعمران وصعدة وغيرها. القبائل هم الشعب، هم واجهة اليمن وركنها المقاوم، هم عتاد النصر ورجاله، وهم من سيكتبون تاريخنا ومن يشقون طريق حريتنا بصلابة موقفهم وكبرياء مسيرتهم نحو استعادة دولتنا من أيادي الجماعات الغاصبة وإدعاءات السلالة المهزومة، حتما بشعارات وأهداف سبتمبر الخالد. المقال التالي للدكتور محمد جميح، نشيره مقاله على موقع المشهد اليمني، تحدث فيه عن ميليشيا الحوثي الانقلابية وعن المتماهين مع هذه الميليشيا وكذلك عن الحياديين حسب زعمهم. هؤلاء زادت من غطرسة ميليشيا الحوثي الانقلابية في تصرفاتهم وتعميماتهم وقراراتهم في المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم. كيف أثر هذا التماهي والحيادية حسب زعمهم على الزيادة من غطرسة ميليشيا الحوثي الانقلابية في تطبيق ما تصدره؟ قبل فترة تكلم شيخ سلفي في اليمن عن لباس المرأة وضرورة أن تكون العباءة فضفاضة وغير مخصرة، وتحدث عن حرمة الاختلاط بين طالبات وطلبة الجامعة وحرمة إظهار الزينة إلا للمحرم وحرمة المكياج. انهالت على هذا الشيخ هجمات لا تنقطع من حدثويين شنعوا عليه تدخله في الحرية الشخصية للمرأة، وتصاعد الهجوم عبر التاريخ إلى أن وصل للشيخ محمد بن عبد الوهاب وصعودا إلى ابن تيمية، وتم التشنيع على فقهاء الحيض والنفاس والانغلاق الذي تعانيه السلفية الرجعية. البارحة نشرت خبرا أن الحوثيين أصدروا تعميما يشمل كل ما قاله الشيخ السلفي الذي جلده الأصدقاء الحداثيون قبل سنوات، كل ما قاله بشكل حرفي. تعمدت ألا أعلق في المنشور على الخبر وتركته خبرا مجردا لأرى ردود أصدقاء المعنيين. كانت المفاجأة أن هؤلاء الأصدقاء ظهرت عليهم علامات التقوى والحرص على تعاليم الدين، حيث هاجموا دعوات عملاء الغرب للتبرج وإفساد بنات اليمن. تصوروا أن الذين شنعوا على الشيخ السلفي هم من دافعوا عن قرار الحوثي الذي صوروه بأنه هو من يصون حشمة بنات اليمن والحامي لأخلاق وعفة اليمنيات، مع أن الحوثيين سجنوا بنات من أسر يمنية شريفة في فلة معروفة في صنعاء، لا لشيء إلا لابتزاز أهلهن لدفع مبالغ مالية حسب التقارير الدولية.
أنا هنا لا أناقش محتوى الفتوى والتعميم، ولست فقيها لأفتي، ولكني أشير إلى ظاهرة برزت بشكل لافت في السنوات الأخيرة. مشكلتنا اليوم أننا لم نعد نقيم الأفكار والآراء والفتاوى والأفعال لذاتها هي، ولكننا نقيمها حسب ميولنا السياسية والمذهبية والطائفية في أحيان كثيرة. فالسلفي الذي يدعو لعباءة فضفاضة، رجعي المتخلف، والحوثي الذي يمنع العباءة المقصرة، مؤمن يحافظ على تعاليم الإسلام ويصون أعراض اليمنيات، ولله في خلقه شؤون. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وبداية من الفيسبوك، وهذا منشور لغالب السميع الذي تحدث فيه عن أربعينية الراحل البتون. عبد الفتاح البتول مفكر رفض أفكار السلالة ورفض الطائفية، ونادى بالحرية والدولة المدنية الحديثة بعيدا عن الإمامية الظلامية، وقد ألف كتابه خيوط الظلام، وعرى فيه ذلك الفكر الخبيث في وقت مبكر في أربعينية الفقيد البتول، ندعو الله أن يرحمه ويغفر له. أربعينية البتول، البتول لكشف خيوط الظلام. المنشور التالي للشيخ محمد شبيب الذي تحدث فيه عن ميليشيا الحوثي الانقلابية واستقبالها لما يسمى بالسفير الإيراني الوصي على ميليشيا الحوثي الانقلابية الذي كان يديرها من الخارج وأصبح يديرها اليوم من أراضيهم. وفي صنعاء عاصمة العروبة يستقبل سفير الصفويين كرئيس جمهورية، إنه الحاكم الفعلي، كان يديرها من خارجها واليوم يديرها من داخلها، نقطة على اليمنيين والعرب لصالح إيران والصفويين. الدكتور خالد رويشان له منشور تحدث فيه عن ما حدث في العرس في ميدان السبعين وعن هذه الظاهرة والدلالات بأن الشعب شيئا ما يكبده في الداخل في ظل غطرسة وهيمنة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأنها التحشيد الشعبي والأفراح وغيرها التي يشتاق إلى رؤيتها من هم في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية لا تحتاج إلى أفكار طائفية ودورات وندوات لغسل الأدمغة. لك أن تندهش لكن لا تغضب، لا أعرف سببا وجيها لغضب البعض من احتشاد الناس في فرح عرس اليوتيوبر الكوميدان مصطفى الموماري في ميدان السبعين. لقد أدهشني أن هذا الحشد لم يغضبني كما أغضب كثيرين، ولماذا قد أغضب؟ بالعكس، ربما أن هذا هو الاحتشاد الحقيقي والتلقائي، لأنه تم بلا ترهيب أو ترغيب وبلا إرغام أو طعام أو شعارات أو تبرعات. هذا شعبنا المحروم من الحياة يا قوم، شعبنا المحروم من الفرح والضحك والمرتبات والمهرجانات والحدائق والتعليم والرياضة والنوادي وملاعب كرة القدم، شعبنا المحروم من الجامعة والمسرح والسينما، المحروم من الأرصفة السوية والطرق السليمة والكهرباء والبنزين. هذا حصادنا المر، فلا تسخروا، لكن الأهم في رأيي هو دلالات هذا الحشد، ثمة ما هو كامن وجاهز وقادم. إلى تويتر، وبداية بتغريدة لمعن دماج الذي غرد عن ميليشيا الحوثي الانقلابية التي أذلت أبناء الشعب اليمني ومن هم خاضعين تحت سيطرتهم. ذاق اليمنيون الويل والجوع في فترات طويلة ومختلفة، لكن الإهانة والإذلال الذي يقاسوه من الحوثية غير مسبوق في تاريخهم كله. عبد القادر الجنيد له تغريدة عن المصير المشترك للمملكة العربية السعودية وكذلك لليمن في الخطر الإيراني الذي يحلق في البلدتين. على اليمنيين أن يتيقنوا أن مصيرهم لم يتعرض لنفس الخطر الذي تتعرض له السعودية هذه الأيام، وعلى السعوديين تيقن من نفس الشيء. هناك ضيق ونفور وفتور وإجهاد وحتى شكا وريبة عند اليمنيين وعند السعوديين، لكن هذا مش وقت تعب ولا ارتياب، يجب أن تتمسك اليمن بالسعودية وتتمسك السعودية باليمن.
عادل دشيلة له تغريدة عن مزاعم ميليشيا الحوثي الانقلابية بأنها تمثل الشعب وإرادته، وتحدث عن كيفية تفرض المناهج وتغيرها، وكذلك حوثنة كل مؤسسات الدولة وفقا لما تتحدث به بأنها جاءت في إرادة الشعب، لكن على أرض الواقع مخالف لكل ما يتحدثون به. يقول الحوثيون بأن حركتهم تمثل الشعب، وفي نفس الوقت حولوا المؤسسات الأمنية والعسكرية إلى معسكرات طائفية، ثم من أعطاهم الحق في تعديل المناهج وفق مذهب الحوثي، وتحويل الجامعات اليمنية إلى حوزات لمناقشة ملازم حسين الحوثي وتحليل خطاب أخيه. اليمن بحاجة إلى قوى وطنية تنهي هذا الوضع المظلم. رشيد الرشد له تغريدة عن ميليشيا الحوثي الانقلابية وعن عبوديتها لإيران. العبيد هم الذين يهربون من الحرية، فإذا طردهم سيد بحثوا عن سيد آخر، لأن في نفوسهم حاجة ملحة إلى العبودية، لأن لهم حاسة سادسة أو سابعة، حاسة الذل، فلا بد لهم من إروائها. فإذا لم يستعبدهم أحد أحست نفوسهم بالضمأ إلى الاستعباد، وتراموا على الأعتاب يتمسحون بها. رحم الله كاتبها. همدان العلي له تغريدة عن حشود عرس مصطفى الممري في السبعين، الذي قال بأن أكثر من حشود زعيم ميليشيا الحوثي الانقلابي عبد الملك الحوثي، حيث أنه كان عفويا دون تحشيد وإجبار وإذلال وغيرها من الممارسات التي تمارسها من ميليشيا الحوثي الانقلابية على من هم خاضعين تحت سيطرتهم. الحشود التي توافدت لميدان السبعين احتفالا بعرس مصطفى الممري أكثر من حشود عبد الملك الحوثي ببلاش، وبدون ما يلزم طلاب المدارس بالحضور ولا الموظفين في المؤسسات. ختام هذه الجولة بتغريدة لإبراهيم عبد القادر، الذي غرد عن ميليشيا الحوثي الانقلابية التي لا تعبه بالشعب اليمني حتى إذا مات جله من أجل سيدهم ومن أجل معتقداتهم وأفكارهم التي يرفضها أو ترفضها القاعدة الشعبية في اليمن. كل من يرى لنفسه ميزة عن باقي البشر مريض وبحاجة لعلاج وعقاب، وهذا هو مبدأ التعامل مع جماعة الحوثي الهاشمية التي تتعامل مع اليمن واليمنيين باستعلاء، وتعتقد أنها عرق مقدس ومصطفى، ومطلوب من كل يمني أن يكون مجرد تابع ومشروع موت لأجل حياة السيد الذي هو بمثابة النبي والدين والتشريع. انتهت هذه الجولة من حديث الصحة، فقدمت لكم أنا أحمد الفرحان، أشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.